فيديو خاص لجميع عملائنا الكرام في المملكة العربية السعودية. معاكم المهندس عامر من شركة جولدن ديكتور، واليوم رجعنا لكم نستعرض معاكم أحدث جهاز لكشف الكنوز والدفائن والذهب لسنة 2023. جهاز جولد ستينجر اكس 5 بحساسية أولى من نوعها والنظام تمييز عالي الدقة لتحديد نوع الهدف قبل البدء بعملية الحفر. طبعا يعتبر جهاز جولد ستينجر اكس 5 من أكثر الأجهزة المطلوبة في السعودية تحديدا بسبب قدرة الجهاز على التكيف في جميع أنواع التراب وتحصيل أهداف مضمونة عند البحث، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام. والحين خليكم معانا نستعرض معاكم اكسسوارات الجهاز. في البداية شنطة الجهاز حمايته من الصدمات والمياه. الوحدة الرئيسية الخاصة بجهاز الجولد ستينجر اكس 5 خفيفة الوزن، تدعم اللغة العربية واللغة الإنجليزية بالإضافة لجميع اللغات العالمية، مزودة ببطارية داخلية لتشغيل الجهاز لمدة 10 ساعات عمل متواصل، الشاحن المنزلي الخاص بالجهاز، وأيضا لدينا سماعات رأس بالإضافة إلى الطبق الصغير بقياس 30 سنتي للبحث عن أهداف صغيرة الحجم، وأيضا لدينا الطبق الكبير بقياس 57 سنتي للبحث عن أهداف كبيرة الحجم، وأخيرا بطاقة الضمان الذهبية من شركة جولدن ديكتور لمدة 3 سنوات. والحين خلينا ننتقل معاكم لأهم نظام بالجهاز، وهو وضع التمييز أو نظام التمييز اللي حيحدد للجهاز نوع المعدن على شاشة الجهاز إن كان ذهب أو معادن غير ثمينة أو معادن ثمينة. وخلونا نجرب معاكم على أسوارة الذهب، قطعة من الألمنيوم، وأيضا على الحديد. أما بالنسبة لعزل إشارة الحديد نهائيا من الجهاز، رح نتوجه إلى إعدادات الجهاز وحيتم الموضوع بكل سهولة. من هذا الخيار نقوم بتفعيله، ومن ثم خلينا نجرب معاكم على قطعة الحديد مرة ثانية. بنلاحظ أنه ما في أي صوت صادر من الجهاز، وعلى أسوارة الذهب. والحين كانت هذه مراجعة مختصرة عن جهاز الجولد ستينجر اكس 5. للطلب والاستفسار رجاء التواصل على الأرقام الظاهرة أمامكم. كان معكم المهندس عامر من شركة جولدن ديكتور، شكرا لكم.